وهاتوا خذ وحشه باساريلا تتخطف منه من سيرجيو لويزينيو على الجنب الشمال لإيدر. إيدر بيرقص وبعرض الملعب وعلى طول طويله حلوه. هو جول هو جول وبيلعبها في جول وبتناخد الجول الثاني للبرازيل واللي يجيبه سيرجينيو. سيرجينيو ده اول جول يجيبه في البطوله النبادي. هنشوف الكره الثاني الحلوه دي الهدف الثاني للبرازيل احرزه سيرجينيو في الدقيقة رقم 9 في الدقيقة 23 من الشوط الثاني واصبحت النتيجة بهذا. هنشوف الكرة دي ثاني وبعدين نقول النتيجة. شوف ملعوبة حلوة قد ايه الاوفر بقى برواقة ازاي. وشوف شيرزينيو داخل بدماغه على طول عدل على طول على يمين الجول في لول يجيب الهدف الثاني للبرازيل. طبعا بقى دلوقتي المفروض ان البرازيل بقى تمتع الناس الثلث ساعة الباقية توري الناس الكرة بقى الحلوة النكتة والقفشة والبيت الشعر.